بصراحة فرقة هاني منيحة كتير. إذا أستاذ الموسيقى عم يدربهم طبيعي يكونوا مناح، بس العتر علينا. شو رأيكم ننسحب؟ مستحيل نغلبهم، حتى لو الأنسة دربتنا ما رح نقدر نعزف مثلهم. نقدر، إذا دربتنا الأنسة إنجي رح نعزف ونغني أحسن منهم. صدقني عم أهلاك، لا كتير تتأمل، الأنسة إنجي مانا هون لتدربنا. منشوف. يا لطيف قديشك حلوة. مرحبا. أهلا، مين هاد؟ أخي الصغير عثمان. شرفنا، أنت شو اسمك؟ ماهر. ليش جايبة أخوكي معك؟ لا تكون تضايقت. لا بالعكس، بس لأني اشتريت بطاقتين إلي وإلك. مو مشكلة، أنا هلأ بروح وبقطع له بطاقة. وقفي وقفي، أنا بجيب. ليكا. عذبتك، فرجيني. بهي الصالة، يلا تعال. بتعرفي انك اليوم طلعة كتير حلوة وبتجنني؟ ما عرفتك اول شيء. شكرا لك. لو كنت محل وزير التعليم كنت بلغي اللباس الموحد، لانه انت هيك. شفت ما احلى هو عم ينط على الحبل؟ ايه. كأنه الفيلم أثر على مخك شوي. قوم حبيبي خلينا نبدل بيناتنا، من هون بتشوف أحسن. يلا. كثير بحبه الطرزان، شفتي كيف قدر يغلب الحيوانات؟ يعني عجبك؟ طبعا عجبني. بدي كازوز؟ رح اجيب لك وارجع. ما بصير، انا بدي اروح اشتري، يعني اعطيني مصاري. بس انا خايفه لتقوم تضيع بالزحمه. لا تخافي، معك رجال. خود لشوف. هي ما بتجيب غير كازوز وحده بس. ايه بس مو منيح. طيب دير بالك. لا تخافي علي. يلا إلين، حاش بقى تتهربي مني. على فكرة أنت مستعجل كتير. رايحة أشوف عثمان.
من هاي ومن هاد ومن هاي وهاي. مرحبا. مرحبا. شوف اشتري لك الهدول. مو عيب عليك، انت بدك زوزو بس. هذا العمه قال لي خذ يلي بدك اياه. ما بيصير ناخذ شيء من الناس الغرب، انت بتعرفهم شي عثمان؟ لا تعصبي على عثمان لانه ما غلط، هو ولد طيوب كتير ومؤدب. لا بقى تخانقيني مره ثانيه، اتفقنا؟ انا سالته من هو؟ طلع رفيقك هذا عمه، تعرفيني ما باخذ شيء من حدا ما بعرفه. وهي كمان مني. شكرا لك. العفو. يلا خلونا ندخل لجوا رح يبلش الفيلم. لا تنسى كازوزا. انت في شيء بينك وبين اللي كان قاعد جنبك؟ لا. طيب بدك تكملي الفيلم؟ لا بس انا بدي اياه. بشو عم تفكري؟ ولا شيء. مدام مانك مبسوطة، ليش قبلتي تطلعي معه؟ غيرت ما هيك؟ بتصور إني مو ممكن غار من ولد. بس هالولد من عمري. بس انتي مانك ولد، ليش طلعتي معه؟ لأنه رجعني لطفولتي. الإنسان لما بيكبر بالعمر الطفولة بتصير مجرد حلم، والرجال لما بيكون واعي ومقتدر أكيد رح يقدر يبسط صبية بعمرك. حتى لو كان على فراش الموت؟ الرجال اللي على فراش الموت كيف رح يقدر يبسطني؟ ممكن، كل شيء ممكن يكون غير. لو سمحت أنا ملبكة، ما بدي أحكي بالموضوع. يا ترى طرزان بيكون قدر يفوز على الأشرار؟